بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا ملب الشفاء في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. من أمر العباد بالدعاء ليرفه به عن البلاء. ثم على من حيث مس زامرت يبرى بلا بطء وفاز بالغرد. محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم. والآلي والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء. هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي. وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم. اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا. وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم. وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا. وهب لنا الحرص على الطاعة وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي. أرض شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء. وانزل النفع مكان الضر وانزل الخير مكان الشر. وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل. وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر. واشف جميع المسلمين عجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا. ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكسر ذنبهم. فإنهم وإن حسوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد. وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لدف يظهروا. قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا. لكنما تلصص الجواري أفداهم لأقبه القبائه. فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفهك. يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب. وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم. وجل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى درا. وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا. وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى. وجل جميع العلماء عاملين وجل جميع العاملين مخلصين. وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين ناصحين. وجل جميع الناصحين الصادقين وجل جميع الصادقين فائزين. وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة. وجل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا. وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك. وجل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النسب. وجل لنا هنا وهنا حظا ذا غبتة تفضلا فنهضا.
وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق وجل صغيرنا يوقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على التواضد بلا تنازه ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغد ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحق وكفنا أم مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاي خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبري الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم صلما وآله مع سهاب الكرما ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاره الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء وادم عليه في المساء وصباح وأخلصا تنل شفاء وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما استفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.